قادر الطبقة الأولى، راه من الطبقة الأولى مع الطريقة، راه ما قادر مع الطريقة. واخا ستة ولا ثمانية البنانات يكونوا طايبين. أربعة المعالق كبيرة السكر، معلقة صغيرة القرفة غبرة، كنقيو البنان وكنمعسوه بشي فرشيطة، وكنزيدو كنزيدو عليه السكر والقرفة ونعملوه على نار تكون مهيلة. وحنا كنحركو حتى كي داك البنان كيرجع اللون ديالو ذهبي. وكنجيبو ديك الانية هذيك الزاج. دائرية. ولا لا لا المهم المول ديال الزاج. وكنعملو فيها الخليط وكنعوطوه مزيان، نبسطوه مزيان حتى ياخد شكل. الانية كيكون فيها 25 سنتيم اللي عملت انا. دابا نجوزو مقادير الطبقة الثانية مع الطريقة. هذه اللي غنعملو كريمة. واخا نص لتر د الحليب. ثلاثة معالق كبيرة السكر، جوج معالق كبار د النشا، جوج صفار د البيضات. في أنية غنعملو الحليب، السكر، النشا، صفار د البيضات، ونخلطوهم مزيان. وكنعملوه على عاود حتى على العافية حتى على كريمة تكون سميكة. وكنخليو هذا الخليط فوق الخليط البنان ونخليوه يبرد. دابا نشوف الطبقه الاخيره، جوج من ابيض البيضات، جوج بيض البيض. فانيا، اربع معالق كبيره السكر، قطرات من الخل ابيض، معلقه كبيره النشا، وشويه رشيشه مليحه. كنخلطوا البيض البيضات في الخلاط الزبده ومع شويه الملح السكر والخل، وحتى كنحصلوا على خليط بحال الثلج. في الاخر عاد كنزيدوا النشا وحنا كنخلطوا. ديك الساعه كنحصلوا على ميرينغ. كنعملوه فوق الطبقه الثانيه ونزيدوها بطهار المعلقه، كيجي بحال شي قيمه من الجبال. واخا وكندخلوها للفران على 150 درجه مده 35 دقيقه حتى كتحمر الطبقه الاخيره، وصافي كنخليوها يبرد وكنقدموها، كتجي مزيونه.